لو الحكاية فيها إن فيديو. إيه اللي خلاكي تجربي تجربة زي دي؟ أنا بقولك استوقين بقى تروحي العربية، وبعدين أنا معايا عربية ملاكي ومعايا رخصة. قلت بقى إن أنا أخذ العربية مدام ما تبهدلت وعملوا لي مخالفات 7000 جنيه في 10 شهور. ورحت أنا نازلة كبير. أنت نزلتي ركبتيها، يعني جوزك عايش ولا؟ أنا جوزي متوفي. حضرتك السبب ان انت اشتريت عربيه زي دي واشتغلت سواق عليها ليه؟ السبب يعني الرئيسي في الكلام ده؟ ما فيش شغل، وبعدين انا قلت اشتري عربيه من زي دي على اساس ان انا اركبها لسواقين. طب ايه المعوقات اللي بتقابلك او المشاكل اللي بتقابلك؟ السواقين بيعملوا ايه؟ اديني امثال. يعني بيقعدوا يرخموا، ما بعرفش احمل منهم. بيقعدوا يستهبلوا معايا، مثلا ممكن يقول لي ادبهم عادي الكلام. طب بالنسبة للمرور في تسهيلات يعني جات؟ لا لا، بتوع المرور كويسين جدا معايا، العساكر والضباط. وبعدين حتى لو انا ماشية مش محملة بصراحة بقول له في الكيمياء على جنب وحمليه. طب بالنسبة مثلا المواطنين بيعملوك برضو؟ لا الكويسين اللي بيعجبي بيعجبوا ان حضرتك بتشتغلي سواقة. طب ايه اللي انت ايه اللي انت حابه توجهيه للمسؤولين او توجهيه للدوله عشان يسهل يعني يسهل الامور للست ان هي تسوق عربيات اللي هي التاكسي؟ انا شفت واحده راكبه تاكسي. انت بتشجع الموضوع ده؟ بشجعها، على الاقل الناس حتى هتبقى لو واحده راكبه مثلا مع واحده هتبقى مطمنه، لان انت عارف الامور كانت عامله ازاي في البلد من فتره. تمام بالظبط. وبعدين اللي هي اللي جوزها ميت او مثلا مطلقه، لو هي اللي تجيب عربيه بالقسط زي ما انا ما عملت. يعني الدوله تسهل لها. ايوه، على اساس ان هي ولا هتفد ايديها ولا هتعمل حاجه مثلا تاخد ربنا. بدل معاش تضامن الاجتماعي. تضامن ايه؟ انا باخد ابني 56 جنيه. فانت بتناشدي مثلا الدوله ان الست المعقوله اللي بتعيق بتعول وجوزها متوفي ان هم يسهلوا. هو مطلقه يعني مطلقه برضه، ما هي زيها زي الجوزه متوفي. حضرتك مش مكسوفه طبعا ان انت بتشتغلي شغلانه؟ انا مدام بشتغل حاجه محترمه. طب اولادك بيقولوا ايه؟ انا في الاول كنت محرجه اول ما نزلت. طب بقالك قد ايه بتشتغلي؟ بقالي شهرين. طب واولادك ايه رايهم في الشيء ده؟ ولازم عارفين ان انا مدام بشتغل شغلانه شريفه. عندك ايه؟ عندك ولادك؟ معايا ولادك. معايا عم واحد يبقى. واجهتي صعوبات لما جيتي تطلعي الرخصه؟ لا انا معايا رخصه من 87. يعني لما جيتي تشتغلي على ديت ما واجهتيش صعوبه في ان انت تطلعي رخصه او حاجه؟ لا الرخصه معايا بقالها بتاع 87. معايا عربيه ملاكي صغيره كده.